الآن ذول النجم مشاهد ملخص حاضر ملخص مباراة رشيد البرنوسي والترجي الرياضي التونسي مع عبد الرحمن العش محمد علي الزرافي وسامي بن مسعود. الترجي الرياضي التونسي عاد في نهاية هذا الأسبوع للمشاركات الأفريقية من خلال مغامرة القرية رقم 23 في كأس الكاف بعد لقب مع المدرب يوسف الزواوي 1997 وخوض لقاءات المجموعات 2006. 21 لاعب تحولوا للدرب بيضاء في غياب ثنائي خط الهجوم إنيرامو بيانفينيو والمدافع صالح مزالي الغير المؤهلين والزعيم متوسط الميدان لأسباب تأديبية. حصة تدريبية أولى على ميدان مركز التكوين المهني يوم الخميس 20 مارس لإزالة الإرهاق واستغرقت تقريبا 45 دقيقة شارك فيها كل اللاعبين. ملعب المباراة هو البيرجيغو يعرفه جيدا المدرب يوسف الزواوي وخوضوا سنة 1999 نهائي ذهاب كأس الأبطال ضد الرجاء والتعادل 0-0 أيضا خالد بدرة وماهر الكنزالي. ذكريات ملعب بيرجيغو كنت مع الترجي وقتها في نهائي كأس الأبطال. ذكريات ذكريات مع الأسف ما كملتش بنتيجة في النهاية إيجابية. أنا كانت كما سبقت قلت في حديثك أنت اللي كسبت الكاف كسبت كأس الكؤوس وعلى طول في السنة الثالثة لعبنا نهائي وعملنا 50% من النهائي لكن مع الأسف الضربة الأخيرة كانت على جنب. صحيح لعبنا فيه 99 معناتها فينال ضد الرجاء معناتها كانت المقابلة معناتها كانت طيبة ظلي معناتها ضيعنا احنا الكأس الأفريقي ضيعناها من في المقابلة هذه معناتها جاتنا معناتها برشا فرص ضيعنا معناتها نجم تقول 6 فرص معناتها وجه لوجه مع الحارس يظل المقابلة العودة معناتها في تونس ما توافقناش وكان الرجاء معناتها انتصر. المنافس الرشيد البرنوسي غير معروف ينتمي للقسم الثاني المغربي. حصة تدريبية الثانية قام بها الترجي يوم الجمعة في ملعب المباراة البيرجيغو واللي يتسع تقريبا ل 15,000 متفرج وعدم إمكانية إجراء اللقاء في مركب محمد الخامس المغلق للقيام بعديد الإصلاحات. مجموعة المدرب يوسف الزواوي ضمت لاعبين يشاركون لأول مرة في المغامرة الأفريقية على غرار أسامة الدراجي خليل شمام خالد العياري ونوفل اليوسفي بالإضافة لأسماء لها خبرة في اللقاءات القارية معين الشعباني أحمد الحامي هشام أبو شروان وسيف الله المحجوبي. إن شاء الله نبدأها وسريو جوارات جدد معناها باش تدخل معناها باش تلعب كوب دافريك ديجا بداو يشوفوا معناها في اللي معناها كوب دافريك شنو هو بالديبلاسمانات نتاعو وإن شاء الله معناها كوب دافريك هذايا حطينا معناها أوبجيكتيف احنا تاندر إن شاء الله نوصلوا له إن شاء الله نعملوا لو ماكسيموم إن شاء الله. فريق رشيد البرنوسي يعني فريق في القسم الثاني في البطولة المغربية فريق يعني كيعطي نجوم كبار كما قلت يوسف السفري ومشاهد باركي فهذا هو المول الرئيس للفرق الوطنية ففريق يعني لعب كرة حديثة لازم الاحتياط منه وان شاء الله ندخلوا مباراه بكل بروح عاليه باش نفوزوا فيها ان شاء الله. والله اول مره معناتها واحد باش يلعب كوب دافريك فهمت كيفاش احساس معناتها مش عادي معناتها مش كيما الاحساس كيما اول مره خاطر فهمت كيفاش ان شاء الله واحد يلعب كوب دافريك هذيا ويوصل حاجات معناتها باينه مش كبيره ياسر فكره بسيطه تابعناه في الفترة الأخيرة في مقابلة اللي هي قديمة لكن ما أكثرش من هذا معناها معنش معناها معلومات كبيرة عليها لكن نعرف الفريق هذا فريق ديما يكون الفرق الملاعبية ويبيع الملاعبية هذوما وأكثر ملاعبية نتاع موجودين في الفرق اللي هي كما رجاء البيضاوي كما الوداد الواك معناها ديما عندهم ملاعبين على مستوى. الرشيد البرنوسي منافس الترجي ينتمي لحي سيدي البرنوسي في ضواحي الدار البيضاء تأسس سنة 1961 ليست له ألقاب ولعب موسمين فقط في الدرجة الأولى المغربية 91-92 و92-93. يتوفر الفريق على مركب في حي البرنوسي يمول الأندية المغربية باللاعبين أبرز الأسماء التي مرت عبر النادي يوسف الصفري مراد العيني بوشعيب المباركي وهشام الويسي. تأهلوا لكأس الاتحاد الأفريقي لأول مرة في تاريخه ويرجع ذلك لخوضه نهائي كأس العرش أمام الجيش الملكي
وخسر بضربات الجزاء 5-4 بعد التعادل هدف مقابل هدف. دي منذ تقريبا 20 سنة التجأ الفريق إلى هذه السياسة، أولا للتغلب على الإمكانيات التي الفرق تسير لخلال السفري، كان اللاعب السفري اللاعب الويسي هشام بفريق الوداد، اللاعب المباركي اللاعب عدة لاعبين. التواجد الآن في التواجد كان يتواجد حوالي 30 لاعب في القسم الأول. غير مدربه نور الدين الحراف 4 أيام قبل المباراة الهامة ضد الترجي الرياضي والهزيمة في الجولة 21، معوضه هو رضوان الحجري لاعب الرجاء وبنفيكا السابق واللي خاض نهائي كأس الأبطال ضد بي اس في مع بنفيكا سنة 1988، وساعد أوسكار فولوني في الرجاء كذلك. هما باش تكون صعبة معناها بالنسبة للرشيد البرنوسي أمام الترجي اللي متعود على الكؤوس الإفريقية. بسم الله الرحمن الرحيم. كما سبق لي الشرط بأن الفريق الترجي فريق اللي عنده تجربة كبيرة في هذه المنافسات ومعتبر من الفرق الكبار لا في تونس ولا على الصعيد الإفريقي، وكنظن هذه فرصة لهاد اللاعبين ديال فريق الرشيد البرنوسي اللي حاسين تاهما بمسؤولية، حاسين بالمهمة ديال هاد المقابلة هذه، بحيث واخدينها بجدية واخدينها بأن كيمثلوا الكرة المغربية بصفة عامة، وهذه كنظن عارفين الأهمية ديال المقابلة، عارفين الصعوبات اللي غادي يلقاو، ولكن هذا ما كيمنعش بأن ندخلوا المقابلة، لأن التفريق ما كيدخل منهزم، بالعكس ندخلوا نفرضوا الشخصية ديالنا. وكنظن الترجي هما عندهم معلومات على هذا الفريق وعرفوا بأن الفريق وصل لنهاية كأس العرش بكل استحقاق. هذا الفريق معروف بتألقه أمام الأندية الكبرى في المغرب في مسابقة الكأس، خاصة يضم محترف وحيد وهو الإيفواري فريدريك بوريام، وأكبر لاعب هو الحارس محمد القموري صاحب الخبرة الوحيد في هذا الفريق. مشاركة هنا وأي لاعب بالنسبة لنا احنا في الدوزيام ديفيزيون كيحلم بأنه يواجه فريق كبير كالترجي التونسي، نحاولوا نحقق واحد النتيجة إيجابية من فريق كبير له سمعة كبيرة داخل تونس ولا خارج الوطن العربي، نحاولوا نهيئوا لهم ونديروا لقاء معهم جميل، نحاولوا ننتصروا به واللقاء الإياب نجيبوا نتيجة إن شاء الله. المغامرة الثالثة للترجي الرياضي في كأس الكونفدرالية الإفريقية وضعته في حوار رابع مع الأندية المغربية، هذه المرة ضد الرشيد البرنوسي المنتمي للقسم الثاني. تشكيلة المدرب يوسف الزواوي عارف التغييرات عديدة باعتبار عدم تأهل كل صالح مزالي، أوري بيانفينو، مايكل إنيرامو للعب في الأدوار التمهيدية من مسابقة الكاف، مع بقاء وسام البكري على بنك الاحتياط وخذا مكان وخليل شمام كظهير أيسر، بلال يكن ومعين شعباني في محور الدفاع، وليد التايب منذ البداية في التشكيلة بالإضافة إلى خالد العياري ونوف اليوسفي على مستوى الهجوم. نوف اليوسفي وفي أول محاولة للترجي الرياضي في دقيقة 9 تصويبته كان مآلها القائم الأيسر للحارس محمد القميري، ثم هشام أبو شروان في دقيقة 18 وتوزيعها من الجهة اليسار وكورته كانت قريبة من الهدف الأول. الترجي الرياضي اختار طريقة الضغط العالي وإعادة افتكاك الكرة تنطلق من الهجوم، لكن هالطريقة تركت ثغرات عديدة على مستوى محور الدفاع. دقيقة 25 إيفواري فريدريك بوراياما كاد يستغل الفرصة، لكن تصويبته تمر محاذية لشباك الحارس حمدي القصراوي. إجابة الترجيين كانت بعد دقيقتين فقط، عمل كبير من هشام أبو شروان ليضع وليد التايب في مكان مناسب للتسجيل، لكن كورته تمر بجانب الهدف. خمسة دقيقة الأخيرة من الشوط الأول أصبح فيها فريق الرشيد البرنوسي أكثر جرأة وشجاعة وأكثر ثقة في النفس، وكان دارس طريقة لعب الترجي الرياضي جيدا. دقيقة 38 توزيع من مراد الحريري والمدافع معين الشعباني كاد يغالط الحارس القصراوي اللي أنقذ الموقف وحول الكرة إلى الركنية. تتنفذ الركنية من مراد الحريري، إرجاع خاطئ الكرة من سيفال المحجوبي والإيفواري فريدريك بوريما في الموعد لافتتاح النتيجة للرشيد البرنوسي، هدف لصفر بعد 38 دقيقة. الترجي الرياضي حاول العودة إلى حجرات الملابس بالتعادل على الأقل، لكن المخالفة اللي نفذها هشام أبو شروان ما ترجمهاش المدافع بليل يكن إلى هدف رغم موقعه المناسب، وتصدي الحارس محمد القوميري
يمنح الرشيد البرنوسي الأسبقية في هذا الشوط بهدف لصفر. أفضل سيناريو ليبني المدرب يوسف الزووي كان التهديف في بداية الشوط الثاني، هذا ما تم فعلا في الدقيقة 47 مخالفة وليد يكن في التنفيذ إرجاع خاطئ من المدافع زكريا الورقي، معين الشعبالي في الانتظار توزيعة محكمة ورأسية بلال يكن كان اتجاهها شباك الحارس محمد القميري ليعيد توزيع الأوراق من جديد. بعد هذا الهدف كان الاعتقاد أن الترجي الرياضي باش يكون في طريق مفتوح ضد فريق مازال يخطو خطواته الأولى في كأس الكاف. دقيقة 51 هشام أبو شروين كاد يضاعف النتيجة بعد تنفيذ مخالفة حولها بصعوبة الحارس المغربي للركنية. هفوات فاتحة على مساواة محور دفاع الترجي الرياضي استغلها كما يلزم المهاجم سمير آيت به وسجل الهدف الثاني لرشيد البرنوسي في دقيقة 55. سرعة مهاجمي رشيد البرنوسي أجبرت أبناء يوسف الزووي اتباع طريق تسل، طريقة ما نجحتش لأن مدافعيه ما أحكموش تطبيقها. كرة أولى مغربية تضيع ثم ثانية في دقيقة 63 ومحسن هيداقة ما يستغلش الفرصة، لكن ليس في كل مرة تسلم الجرة ونفس المهاجم محسن هيداقة يكسر التسل بعد تمريرة محكمة من إسماعيل كوشام وجه لوجه مع الحارس حمدي القصراوي اللي ملقاش حتى فرصة لإنقاذ الموقف ليكون الهدف الثالث للرشيد البرنوسي. ثلاثة أهداف لهدف لفريق صغير، لكن حقيقة الميدان أكدت أنه يلعب بندية كلما لعب مع الكبار، وأكبر دليل نهائي كأس العرش المغربي ضد الجيش الملكي الموسم الفارط ثم مباراة ذهاب كأس الكاف ضد الترجي الرياضي اللي وجد صعوبات عديدة لفك رموز الرشيد البرنوسي في ملعب بيرجيغو. فاتحة مش في قيمة الترجي، هذا مفاجئ الكأس، فريق شاب، فريق برنوسة لعب بغير مركبات، كان ناجح على مستوى النتيجة، استحق النتيجة، لكن إن شاء الله في العودة حتكون فريق آخر للترجي الذي تنسي إذن الله. النظام يعني كان مفاجئ بالنسبة لنا، ما دخلناش في مقابلة كما كان لازم، فلازمنا نعود إن شاء الله مقابلة الإياب نكون حاضرين بقوة ونفوزوا يعني. بالنسبة لمحور الدفاع، محور الدفاع برشا ما يسحقش مكان الترجي، إيش شنو تحبوا أنتوما؟ هكا هو سي بون. صحيح معناتها الخساره مره معناتها بالنسبه لنا نحن، ان شاء الله الملاعبيه معناتها تحس بالكي اللي حاسته الناس الكل، يظل صحيح معناتها مش نقولوا تو ملاعب صغير واحد صغير، معناتها ماشي تم ملاعب صغير ولا ملاعب كبير، تو تلعب في الترجي الرياضي التونسي تلعب في جمعيه كبيره، اسم الترجي كبير قبل كل شيء، معناتها مش تجي مش تقول انا مازلت صغير ومانيش واحد، ما فهمناش هذا معناتها. نجم نقولوا مباراه للنسيان. ان شاء الله المباراه دي معناتها تتنسى، ان شاء الله الملاعبيه كما قلت لك نحسوا باللي صار لنا في المغرب، معناتها الفريق معناتها كان الفريق معناتها في متناولنا، احنا ما هبطناش بعزيمه كبيره، ما نعرفش شنو اللي صار لنا معناتها في الدوزيام ايتون. اذا الترجي الرياضي ما ينتصرش في المغرب في كاس افريقيا، في الحقيقه تعادل في زوج مناسبات وانهزم في ثلاثه لقاءات في خمسه مباريات لعبها في المغرب. كذلك ملاحظه ماذا بينك نبداو حتى منهزمين، الهزيمه داخله في كره القدم نصرحوا عليه شكل
ليه وما نصرحوش وما نقولوش غير ذلك. بالعكس لازمنا نصرحوا وقت لازم، لكن نصرحوا خير من وقت الفوز باش نفهموا ونعطيو نعطيو رساله للاحباء نتاع الفريق الترجي، احباء الفريق الترجي اللي قاعدين يبعثوا في الايميلات العدد كبير ياسر، واستياء ومهاجمه للاعبين وعدم تحمل المسؤوليه، ويطلبوا من رئيس الجمعيه باش ياخذ الامور في يده ويكون رجل حديدي ضد اللاعبين اللي ما همش في مستوى المسؤوليه، ويلزم يكون ضد الناس اللي يحبوا يسيئوا للترجي باش الترجي يقولوا راه جمعيه تاسست منذ سنه 1919 الى غير ذلك. على الاقل كلمه من اللاعبين يرجعوا شويه امل لجماهيرهم. عادش بيه معناها مباراه فاتت الاياب 3-1 ولو تنجم مازالت من مباراه اخرى. ولو سيوس الزاوي قام بتصريح، لا سيوسف هذاك سيوسف فسر سيوسف بعد ساعات راهو زمنا نعرضوا من اللاعبيه فما حالات استثنائيه، مثلا المقابله هذه مقابله مره ياسر معناتها اللازمه نتاعها صعيبه ياسر من ناحيه نفسانيه، وحتى معناتها ممكن مش مصدقين رواحهم كيفاش معناها فريق انهزم مع فريق من درجه ثانيه وبالكافيه هذيك وما قاموش بالواجب نتاعهم. بعد ساعات الملاعب يتاثر. ولو انت تو ذكرت قبيلك تكلم عليها 24 ساعه بعد المباراه 24 ساعه في المطار مازالوا متاثرين، لازم ينساوها باش يحضروا تو لمباراه العوده. باش يقعدوا متاثرين توجع مارسيليا كنا نحكيو على مارسيليا تو خسرت مع كاركوفو وانت بديت مارسيليا عندها فرصه وحيده خسرت مع كاركوفو فريق من بطوله دوري فرنسا في مقابل صفر ومباراه الكاس اللي بتصير فين مفاجاه بعد المقابله قعدوا في الملعب ما خرجوش قعدوا معناتها متاثرين صحيح في بعض معناتها المنافس لكن عطاو تصريحات بعد المباراه وشكروا فريق ما نقصوش من قيمه المنافس وما نقصوش من قيمه المنافس لعب مقابله كاس وممكن كان هو مندفع ومتحمس وغلب الترجي في نقطه هامه هو اللي لعب ممكن بالروح اكثر صحيح. لكن بعد ساعات خيبه امل بعد ساعات اثر على الملاعبيه به ترجي في مباراه العوده من غير بينفونيو من غير ارام وصالح المزالي اللي بطبيعه ما همش مؤهلين باش يشاركوا في كاس رابطه الابطال الافريقيه. حسب رايك كيفاش باش يكون الترجي في مباراه العوده؟ والله ما تصورش الترجي هذا توصي بعدها باش يعاود نفس المباراه، ما تصورش باش يعاود يطيح في نفس الفخ. بون مفاجاه مباريات كيما هكا ونتائج كيما هكا ما نجموش نشوفوهم ديما. فريق الترجي التونسي ديما يبقى فريق كبير، المدرب نتصور اللي ممكن ما كانش عنده فكره واضحه على الفريق هذايا باش يقراو حساب كل صغيره وكبيره. والترجي التونسي بصراحه بزياد البشري اللي عنده بالملعبيه اللي عنده بالاطار الفني نتاعو معناتها قادر باش يخرج من المباراه هذه اللي بصراحه كان ينجم يكون في وضع خير من هكا. الترجي الرياضي اليوم حتى على روحه ضغط هو في غنى عنه، معناتها الترجي عنده ليزاتور الكل عنده الوسائل الكل باش ينجم معناتها يترشح، معناتها هذه حاجه ما نشكوش فيها. لكن ممكن الوجه الغير المرضي ممكن اللاعبين بصراحه اللي كما حكايه توا سي عبد المجيد حكى على كل شيء، معناتها تقريبا المستوى الفني بالنسبه للاعبين اللي لعبوا وتشكيل اللي لعبوا في المباراه هذه معناتها بعيد كل مستوى على اسم وسمعه الترجي التونسي ولاعبين في مستوى اللاعبين الموجودين توا. معناتها الترجي التونسي قادر معناتها هذايا بدون شك انه يخرج من مباراه الاياب ويترشح للدوري الجاي. مهلا بشنواس.